أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له له وأشهد وأشهد أن محمدنا عبده عبده ورسوله ورسوله. بالحكمة والموعظة الحسنة يعكف القائمون على مركز دعوة الصينيين في العاصمة الرياض إلى نشر رسالة الإسلام السامية على نهج النبوة وفهم السلف الصالح بين أبناء الجالية الصينية في كل أقطار المملكة، جهود مباركة ومساع حثيثة لاحتواء الجالية الصينية المتواجدة على أرض الحرمين الشريفين واستقطابهم لدين الحق. أدعو الناس يعني الصينيين الكفار إلى الإسلام، يعني طبعا يعني وهم يدخلون الإسلام بسبب، ومنها كما ذكرت أولا بتوفيق الله بهداية الله، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. منذ إنشاء المركز في منتصف عام 1429 هجرية الموافق 2008، والمركز يشكل منارة مضيئة للدعوة والتي آتت ثمارها يانعة من خلال جملة من الأنشطة والبرامج الدعوية المختلفة التي يقيمها وينظمها المركز لأبناء الجالية الصينية بغية تعريفهم بالإسلام. فعلى مدى 5 سنوات ماضية أسلم ما يقارب من 2580 صيني عن قناعة تامة ومعرفة حقة برسالة الإسلام السمحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. رب العالمين. رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. تتعدد الأنشطة والبرامج التي يقيمها المركز لأبناء الجالية الصينية، لكن جهود الدعوة الميدانية التي تقام ليل نهار تعد الأبرز وتحتل سلم هرم اهتمامات القائمين على المركز. فبرنامج اليوم المفتوح ابتسامة وهداية الذي يحييه المركز لغير المسلمين من أبناء الجالية الصينية داخل مدينة الرياض وخارجها بهدف تعريفهم بالإسلام من خلال إبراز روح التسامح والمعاملة الحسنة تترجمها المناشط الترفيهية والرياضية المقامة في ذات اليوم، إضافة إلى برامج تطوير الدعاة المتمثلة في الدورات التعليمية والتربوية للدعاة وطلاب المنح، عقدت منها 7 دورات خلال العام المنصرم، وملتقى طلاب المنح والدعاة الصينيين الذي يهدف لتنمية مهاراتهم الدعوية من خلال برامج تصحيح التلاوة وإقامة المحاضرات والزيارات والدروس العلمية والدورات التدريبية المختلفة، إضافة إلى نشاطات أخرى كلقاء غير المسلم والذي عقد منه نحو 486 لقاء بهدف تعريف غير المسلمين من الصينيين بالإسلام، استفاد منه نحو 4809 أفراد، وبرامج الزيارات الدعوية التي سجلت نحو 551 زيارة، ولقاء المسلم الجديد، وبرامج الدروس الشرعية بمعدل 828 درساً، وبرامج العمرة وتعليم العربية. جهود تظل شاهدة على مساع صادقة لنشر أسمى رسالة سماوية لبني البشر.